وعليك الجهاز اشتغل. بدي بالك ترجعها بترجع على اللي شو اسمه ترجع على الخزان. الجهاز ايش الوضع تبعه؟ مستوى المي اللي فيه، كميه المي المتوقع انه ينتجها حسب درجه الرطوبه. بشكل اساسي الجهاز بيستهلك كهرباء بشكل كبير لانتاج المياه، فانه وجود اجهزه زي هيك في ظل وضع غزه ووضع الكهرباء الموجود في غزه صعب التعامل معها، ولكن الجهاز هذا بشكل استثنائي يعني مزود او حيتم تزويده بنظام الطاقه الشمسيه، يعني حيعمل بنظام الطاقه الشمسيه ومش حيستهلك من الكهرباء المتوفره في المستشفى. حقيقة وجود الجهاز مهم كتير، خاصة لأنه أطفال السرطان بشكل عام بمروا بمراحل مختلفة من المناعة المنخفضة. طبعا هذا جراء طبيعة المرض أو بسبب العلاج الكيميائي اللي بياخدوه لمقاومة المرض. طبعا هذا بيتطلب درجة عالية من النظافة والتعقيم في كل ما يتناولونه الأطفال، بما في طبعا من طعام ومن شراب. ومن هنا تكمن أهمية الحصول على مصدر مياه نقي وصحي 100%.